يعني مشروع أولي اللي كيهبط فريمون هاد لا كيستيون ديال ليميغراسيون على مستوى الجمعيات. من خلال الاشتغال ديالي بهذا المشروع الذي يهدف بالاساس الى دراسه الاحكام، احكام المحكمه الابتدائيه اكادير، احكام المحكمه الابتدائيه الانسكان، احكام الاستئناف بمحكمه اكادير، يهدف الى دراستها من خلال مدى قابليه هذه الاحكام لان تعالج المشاكل التي تعاني منها النساء، الا وهي العنف سواء كان أسري أو عنف داخل البيت الزوجية أو العنف الخارج عن العلاقة الزوجية، وأيضا من خلال تقييم مقتضيات الفصول 490 491 وأيضا المشروع القانون، أيضا القانون التنظيمي 103 113. هذه المائدة المستديرة التي حضرتها اليوم كانت تتضمن العديد من الفاعلين في جميع الأوساط، سواء فاعلين جمعويين، فاعلين حقوقيين، ممثلين النيابة العامة، ممثلين الشرطة القضائية، ممثلين الصحة، ممثلين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. حاولنا من خلال هذه المائدة المستديرة تدارس جميع الإشكالات والمعوقات التي تعوق دون تطبيق الصحيح للمشروع للقانون التنظيمي 103/13. حسن يتعدي المسؤول الاداري وتتبع برامج داخل جمعيه صوت النساء المغربيات. جاء هذا اللقاء ديال اليوم من بين مجموعه من اللقاءات السابقه اللي تنظمها جمعيه صوت النساء مع منظمه امراه في اطار مشروع تعزيز التحرر من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا اللقاء اللي حضروا مجموعه من المتداخلين في المجال ديال مناهضه العنف ديال النساء، اللي حضرت فيها النيابه العامه، حضرت الشرطه، حضرت الصحه، حضرت الجمعيات النسائيه اللي تتشتغل مع على مناهضه العنف ضد النساء. هذا اللقاء اللي هو عرض حصيله ديال العمل ديال مجموعه من الشابات في جمع الاحكام والتصنيف ديالها ومناقشات كذلك الاكراهات التي تعيق تفعيل قانون 103/13 وعلاقه ديالو بقانون الجنائي في الفصل ديالو 490/491. وشكرا. السلام عليكم، الاسم زينب الرافعي، طالبه باحثه بسلك الماستر الاسره في القانون المغربي والمقارن، مسؤوله عن مشروع تعزيز التحرر من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب بشراكة مع بجمعية صوت النساء المغربيات، بشراكة مع إمرأة. وحنا مجموعة ديال الجمعيات كنشتغلوا على هذا المشروع على المستوى الوطني، والهدف ديال هذا المشروع هو جمع مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بقانون 103/13 والعلاقة ديالها بقانون بالفصول 490/491 من القانون الجنائي، وبالاشتغال ديالنا على هاد الأحكام القضائية لقينا مجموعة من العراقيل في تنفيذ قانون 103/13، ولاحظنا باللي كاين مشاكل بزاف وهي من بينها الإثبات، وخصوصا في العنف الزوجي اللي كيكون داخل البيت الزوجية، يعني كيكون صعوبات في الإثبات، وبالإضافة إلى هناك واحد النوع ديال أن القضاة كيمشيو في واحد الاتجاه، يعني مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهم. مثلا في حالة العنف الزوجي إذا كان الزوج هو المتهم، كيتم مراعاة ديال الظروف الاجتماعية ديالو دون مراعاة الظروف الاجتماعية للضحية، ضحية العنف أي ولا هي وهي المرأة. بطبيعة الحال اليوم ضمن واحد المائدة مستديرة في إطار المشروع على حول العقبات التي تعترض تنفيذ قانون 103/13، وحضروا معنا مجموعة من الأشخاص يعني من جهات حكومية وجمعيات شركة. بالنسبة للجهات الحكومية كان معنا نائب وكيل الملك بالمحكمة، نائب وكيل العام للملك بالمحكمة الاستئناف بأكادير، مساعدات اجتماعيات بمحاكم ابتدائية إنزكان وابتدائية أكادير، بالإضافة إلى مساعدة اجتماعية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وكذلك مساعدة اجتماعية بمركز الولاية الشرطة بأكادير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.